الرقم دوت، الرقم ده لما جيت ضربته طلع لي كام؟ طلع 10، عشان احطهم كلهم جنب بعض احسن. اهو طلع لي 10 و2 زائد الرقم ده لما اضربه فيه هتلاقي يطلع لي 84.6 ان 2. طيب هو له لازمة؟ هنشوفه اهو. طيب احنا جبنا للنواتج، انا بتكلم عن النواتج اللي هي بتبقى عند كام؟ 217. طيب انت جيت بدأت بمين؟ بثاني اكسيد الكربون، فطلعنا الستاندرد فورميشن اللي هي عند 25 اهو. فاضل لنا بقى عايزين نجيب الاتش بار اللي عند 217. 217 سيليزيوس لما اجمع معاه 273 تطلع لي 490، يعني ديت بتكافئ كده 490 كيلو. اما انا واخد الجدول بتاع السي او 2 ومطلع الاتش اللي عندي كام؟ 490، وكمان الاتش اللي عندي كام؟ عندي 25. فين ديت؟ انزل تحت اهوت، ادي السي او 2 اهو. انت قلت 417 اللي هي بالكلفن 490، 490 يبقى اطلع فوق شويه كمان اهو، يعني اخر حاجه 490. هاخد القيمه ديت، دي 490، وفين اللي هي عند 25؟ اهي هاخد دي، يبقى دي الاتش نوت بار ودي الاتش بار تي. هاخد القيمتين دول اطرحهم من بعض يطلع لي، انت طبعا في ازيد من في ازيد من 217، بس انا قصص واخد بس لحد الايه اللي انا محتاجه. طيب يبقى انا هطلع فوق اخد القيمتين دول اهوت هنا، ده بالنسبه لثاني اكسيد الكربون اهو. اكتب هنا زائد الاتش بار تي ديت كانت 1 7 2 3 2 ناقص الاتش نود اللي هي عند 298 كانت 9 3 6 4 القيمه دي. كده خلصنا ايه ثاني اكسيد الكربون. تعال نشوف الووتر، ادي زائد 9 فيه ديت جاز. لو نزلت تحت ادي ووتر فيب، الاول نجيب اللي قبل ما ندخل ديت نجيب لمين الاتش الانسالبي فورميشن الاتش 2 الووتر اهيت، شايف دي ليكويد والووتر فيبو اللي هي الجاز، يعني الجدول ده بتاع الجاز تمام. يبقى الووتر فيبو بتاع الجاز ادي الاتش بتاعتها اهي، دي اللي اسمها الاتش ستاندرد فورميشن بقى. هاخد انا القيمه دي بتاع مين؟ الووتر فيبو اللي هي كانها جاز، سالب 241، اطلع لها فوق هنا سالب 241 هنا، هكتب القيمه بتاعتها اهي، سالب 241 820 زائد ادخل عند الاتش بار بتاعتها تي اللي هي عند 490 واطرح من الاتش اللي عندي 25 اللي هي 298. هنزل تحت هنا الجدول بتاع الاتش 2 بتاع الجاز، هاخد القيمه ديت اللي هي دي اسمها الاتش نوت بار، وانزل تحت عند 490 اهي، هاخد القيمه دي، دي اللي هي الاتش بار تي، هاخد القيمه دي 16 477 هنا اهو، 16 477 ناقص الاتش بار نود اللي هي 8669. كده خلص البرودكت؟ لا ما خلص. ليه؟ مش انت كنت لسه قايل دلوقتي ان الاو 2 والناتوجين ما لهمش ستاندرد فورميشن؟ ايوه، لكن ايه؟ لكن الاتش ديت موجوده، ما هي ديت مش هتكنسل دي لان دي مش عندها 25. الاتش الانثالبي اللي هي الاتش بارتي ديت مش عندي 25 عشان تكنسل اللي جنبها، ده هي ازيد عند كام؟ 490. يبقى ده صحيح بيساوي صفر، لكن ده موجود، يعني اكمل اهو. الاوتو كام؟ 10. الستاندر فورميشن حطيته بصفر، لكن ادخل للجدول بتاعه عشان اطلع الاتش تي ناقص الاتش نود بار، يبقى هنا لازم اطلع دي كود يبقى انا هنزل للجدول ادور على الاكسجين. هنا مفيش اكسجين، يبقى تحت شويه اهو جايبه هنا اهو الاكسجين 490
و ال 28 ال 25 ادي 490، ادي الاتش بتاعتها اهي. اتاكد كده، ايوه دي الاتش، ماليش دعوه باللي جنبها اليو بار دي. واخد القيمه اللي هي عند 298 اللي هي 25، يبقى اخد ديت ناقص دي 14 64 اهيت، اطلع لها هنا اهو، هنا 14 460 ناقص 8682. نفس الكلام لمين؟ للنيتروجين، لأن التمبريتشر بتاعه ليست 25. صحيح أكتب عدد المولات أهو 8 84 6، الستاندرد فورميشن بتاعه بصفر، لكن له اتش تي ناقص الاتش نوت، أطلعها من هنا، أنزل تحت أهوت عند 490 له قيمة، هذا النيتروجين هذا 490، هاخد القيمة ديت، وعندي 298 اللي هي ال 25، واخد القيمة دي، يبقى 14 2 8 5 هنا 14 2 8 5 ناقص 8 6 6 9. كده خلصنا النواتج. ناقص مين؟ ناقص الرياكتان. طب الرياكتان دوت هيدخلوا معايا، ده هم اصلا عند 25، يبقى ولا دي تبقى موجوده ولا دي موجوده، لانهم متساويين هيروحوا مع بعض، وما فيش ستاندرد فورميشن، يبقى ما فيش بس الا مين؟ اللي هو الان اوكتان ده اللي هو سي 8 اتش 18، عدد مولاته كام؟ واحد. طب الستاندرد فورميشن بتاعته هي اللي موجوده، ديت هتكنسل دي، ما فيش اصلا. هتلاقي دايما 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 جميع المتفاعلات عند 25 عشان ما لقاش ليها دي. بالنسبه للمواد اللي هي الفيول يعني، مش هتلاقي لها ليها دي خالص، دايما بيتم عند 25. طيب يبقى انا ادخل عند السي ان سي 8 اتش 8، وريني كده يطلع كام؟ سي 8 اتش 8 كمان شويه هتلاقيه موجود. فين هنا؟ سي 8 اتش 8. طيب هنا في منه ليكويد وفي منه جاز، هو كاتب ايه؟ قايل لي ايه في السؤال؟ اطلع بص للسؤال، كاتب لي جاز اهو، يبقى انا هاخد بتاع قيمه الغاز، انزل تحت اشوفها قيمه الغاز في، نعلم عليها اهيت قيمه الغاز اللي هي دي اهي، هاخد القيمه دي 208 450، 208 450 نحطها هنا اهو، سالب 208 450، طبعا احط زائد صفر ناقص صفر، هنحسب القيمه دي كلها، دي تساوي ادي الكيو بار نت، هنحسب ديت هتطلع سالب 4 4 6 1 0 9 5 4، ديت كيلو جول لكل كيلو مول من مين؟ من الفيول. بس انا مش عايز لكيلو مول، انا عايز لكل كيلو جرام. طيب لو انا محول الواحد مول الى كتله، افتكر المثلث، قلت انت بتحط هنا اهوت ام، ونحط هنا ام كابيتال، ونحط هنا ان، فانا عايز الكتله، هاخد عدد المولات في كتله المول، يبقى انا هاخد القيمه دي سالب 4 4 6 1 0 9 5.4، عدد مولات كام؟ واحد، هو سي 8 اتش 18، السي 8 يبقى 8 في 12 وبعدين 1 في 18، احسب ديت الاقي يطلع لي سالب 4 2 8 9 5 17، ده كده كيلو جول لكل كيلو جرام من الفيول. كويس، يبقى حسبنا كده الايه الكيلو جول الكيو. طيب تعالى نشوف اللي بعدها، مفيش جديد، مفيش جديد الا الفكره اللي هي هاير هيتنج فاليو ولور هيتنج فاليو. بيقول لي انا عندي هنا الديزل وعم جاي مديني الصيغه بتاعته، برضك تلاحظ دايما كل الفيول لازم يكون عند 25، تم حركهم بستدي خلال غرفه احتراق، وعم جاي كاتب لي 20% اكسس من الهواء اللي بيدخل عند كام؟
ايضا عندي 25 ديت وهي غلطه. ايوه نصحح، شيل دي كده، دي 25 ايضا كده، بيدخل عندي 25 ايضا درجه. البرودكتس قام جاي طالع لي 500 كلف. افترض الكونفرسيشن ده از كومبليت. يعني ايه كومبليت؟ ما احنا قلنا الكومبليت في حاجتين، يا اما في اكسس يا اما ما فيش. امتى ما يكونش ما فيش؟ لما يكون استيشيومتريك يعني نظري، لكن هنا في اكسس فكومبليت اذا اكشوال يعني. فبيقول احسب لي required mass flow rate، الكتلة بتاع الفيول الديزل فيول تو سبلاي عشان يديك طاقة 200 كيلو جول بير سكند، يعني نقول 2000 كيلو واط. يبقى الماس فلو ريت تبقى كام لما تبقى الكيو الناتجة طالعة بالقيمة دي؟ طيب ما احنا هنرجع بقى نطلع الكيو اللي ناتجة من واحد واحد كيلو مول، او وبعدين نحولها الى واحد كيلو جرام عشان اجيبها، اجيب الماس فلو ريت بتاعته هي. طيب عشان ما نسبقش لحدث، تعالى الاول نظبط المعادله وبعدين نحسب الكيو عادي كان معايا واحد كيلو مول من دي، وبعدين هنحولها الى كيلو جرام. طيب انا هكتب اهو ادي السي 12، هنقول الاول اهو افترض ان انا معايا 1 كيلو مول من الفيول، 1 كيلو مول اوف الفيول، واشوف الهيت اللي هتطلع قد ايه. سي 12 اتش 26 كاتب لي هنا 20%، او مكتب 1.2 اي تي اتش او 2 زائد 376 ان 2. طيب هيطلع لي، انا شايف في كربون يبقى يطلع لي اكس سي او 2، في اتش يبقى في واي اتش 2 او الاكسجين، اخد 20% اي تي اتش اللي هي الزياده او 2، وبعدين اضرب ال 1.2 في 3.76 عليه يطلع لي اي تي اتش، طبعا هتلاقي يطلع لي 4.512 اي تي اتش، 4.512 اي تي اتش ان 2. عايزين نطلع المعاملات دي، نظبط الكربون، الكربون هنا فيه 12، اجي الاقي هنا فيه اكس، طب اجي اظبط الاتش، الاتش هنا فيه 26، الجهه الثانيه فيه 2 واي، يبقى اذا الواي هيطلع لي 13. اجي اظبط الاكسجين هنا فيه 2 في 1.2 يبقى 2.4 اي تي اتش، الجهه الثانيه فيه 2 اكس وفي واي هنا وفي 2 يبقى 4/10 اي تي اتش، اوديها الجهه الثانيه 4/10 تضيع، يبقى الاي تي اتش 2 في 12 اللي هي الاكس زائد 13 على الاثنين، هيطلع لي 14 و13، لا ديت 24 و13 على 37 تطلع لي 18 ونص. اذا المعادله تتظبط كالتالي، سي 12 اتش 26 زائد 1.2 اضربها في القيمه دي، نضربها مره واحده اللي هي 1.2 في الاي تي اتش، تطلع على 22.2 او 2 زائد 376 ان 2، الاكس 12 الواي 13، 2/10 في الاي تي اتش، 2/10 في 18 ونص تطلع لي 13 او 2، الرقم ده ينضرب في الاي تي اتش هيطلع لي 83.472 ان 2. طيب هنيجي نحسب كيو، اي اهو الكيو نت وبسميها بار، سميش عدد البرودكت في الستاندرد فورميشن زائد الاتش بار تي ناقص الاتش نوت بار زائد سميش الان رياكتنت في الاتش ستاندرد فورميشن زائد الاتش بار تي ناقص اتش نوت بار. طيب
لو جينا شفنا اللي عندي، قال لك النواتج، النواتج عند عند 500 درجة، كل دول ات 500 كيلو ودول ات 25 درجة، يبقى ده هيتحسب وده هيتحسب، ده هيتحسب مفيش ستاندر فورميشن بس هيتحسب، ودوت مفيش ستاندر فورميشن بس هيتحسب، اللي هو الاتش بار تي والاتش نوت. طيب انا بقى خدت القيم اهو، ادي الكيو نت الاولاني الاتش عند 12، اقوم ده رايح للسي او 2، السي او 2 اللي هو عند 500. طيب هنا انت جايب اخر حاجه كام؟ 490. طيب يبقى في جدول تاني جايبه بعد كمان هنا اهو عند 500 اهو، انا جبته هنا اهو ادي 500، هاخد الرقم دوت واقوم راجع تاني. دي مين؟ ديت اللي هي الاتش بار، الاتش بار تي، واقوم واخد اللي عندي 25 دي الاتش نوت بار، هطرحهم من بعض واضيف عليهم الستاندر فورميشن بتاع كربون دايوكسيد اللي هو الرقم ده، يبقى هاخد دوت زائد الرقم ده ناقص ده اهو، اجي هنا كده الرقم ده سالب 3 9 3 25، ديت جبناها اللي عنده 501 7 6 7 8 ناقص اللي هي عندي 25، القيمة ديت 9 3 6 4، نقفل ده. نيجي للووتر 13. طيب الووتر برضه هل هو ليكويد ولا فيبو؟ ما قالش، ما قالش يبقى جائز، يعتبر جائز. ايوه هنقول له جائز لانه ما حددليش. اقوم رايح جايب الستاندر فورميشن بتاعه، وبعدين انزل تحت الستاندر فورميشن بتاع الجائزة اهي، هاخد القيمة ديت، وبعدين انزل عند 500 اخد القيمة ديت، ادي 500 ناقص العند 298، نطلع نحطهم هنا كده. الاكسجين ده طالع سالب 2 4 1 8 2 0 زائد الاتش بار تي 1 6 7 2 8 ناقص 9 9 0 2 4 كده. كده خلصنا من الووتر. نيجي للاكسجين، الاكسجين زائد 13 الاثنين، لا الاكسجين ده مش 13 ده 7.5 بعد ما توزنها 3.7، 3.7 دوت. طيب الاكسجين ملوش ستاندر فورميشن، بس اجيب الاتش بار اللي عند 500 ناقص الاتش اللي عند 25، فين الاكسجين؟ هنا مفيش اكسجين، ننزل تحت هنا هتلاقيه تحت كمان شويه اهو، هذا الاكسجين. اقوم واخد اللي عنده 500 اخد القيمه دي ناقص القيمه دي، كذلك النيتروجين هاخد القيمه دي ناقص القيمه دي اللي هي اول 25، يبقى ناخد القيم دي اهو كده. دي بالنسبة للأكسجين، قال لي 1 4 7 7 0 ناقص، هي طويلة في الحساب. وبعدين بالنسبة للنيتروجين 83 4 7 2، الستاندر فورميشن بصفر، الاتش بار تي طالع 1 4 5 8 1 ناقص 8 6 6 9، كل دول ناقص مين؟ حاجة رياكتان متفاعلات، متفاعلات كلهم عند 25 بدون، مش هيدخلوا معايا، مش هتفوت معايا الا ده بس. عدد مولات واحد، الستاندر فورميشن بتاع اتش 12 سي 12 اتش 26، اجي ابص عليه اهوت سي 12 موجود اهو، مفيش الا حالة واحدة بس، هاخد القيمة دي 291 هنا سالب 2
صفر واحد صفر، طبعا الباقي كله صفار. فلما احسب دول كله الاقي القيمة اللي هتطلع 6 8 6 9 1 1 0، دي كيلو جول لكل كيلو مول. اجي احول الكيلو جول لكل كيلو مول الى كيلو جرام من الفيول، يبقى دي كانت اسمها بار. شلنا البار بقت كيو نت كده، هاخد القيمة دي كان في سالب طبعا 1 1 1 0، هنحول السي 12 ده من 1 مول الى 1 كيلو، باخد عدد المولات في المولر ماس، السي ب 12 وهو جنبه 12 زائد الاتش بواحد في 26، اجل يطلع لي سالب 4 0 4 0 6.529، دي كيلو جول لكل كيلو جرام اوف الفيول. طيب نرجع بقى، هو بيقول لي في السؤال احنا عايزين معدل الماس فلوت اللي تدخل عشان يطلع الباور ده. الباور دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن كيو مقسومة على طيب كيو مظبوط. طب لو انت خليتها سبيسيفيك يبقى عبارة عن كده ام دوت في الكيو، بس تكون دي سبيسيفيك. فالكيو اللي احنا طلعناها دي مطلعينها سبيسيفيك لانها مقسومة على الكيلو جرام، مقسومة على الكيلو جرام، فاحنا عايزين نجيب دي. يبقى هاخد القدرة دي واقسمها على الكيو يطلع لي الام دوت. يعني يا استاذ انت قسمت ايه على الكيلو جرام؟ ايوه عشان ما تتلخبطش، اهي خليها كيو كده سبيسيفيك لانها طالعه لكل كيلو جرام. ارجع اقول له بمقام الكيو دوت نت اللي طالعه دي اللي هي الاوت اللي هي عباره عن 2000، السالب دي وخلاص بقى، دي تدل بس ان هي اوت. دي بتساوي ام دوت في الكيو نت دي. اذا الام دوت اللي انت بتدور عليها هاخد ال 2000 2000 واقسمها على 40 40 6 0 5 2 9، حاجة لا يطلع لي 0 4 9 4 9، دي كيلو جرام بير سكند. دي بالكيلو جرام، لو انت جيت ضربتها بالكيلو، لو انت سبتها كده مش مشكلة، لو ضربتها بالكيلو يعني خليتها بالجرام اضرب في 1000 تطلع لي 49 49 جرام لكل سكند. ادي المعدل اللي هو طالبه. طيب دي كده ايه؟ دي كده المسائل اللي ايه؟ اللي هو محددها لي. قام جاي بقى هو جايب لي المسألة اللي هي بتاع الاختبار. اهي. شوف هنا بقى ايه الجديد اللي فيها. هي فيها سبب، فيها شبه اللي فات خالص، بس الجديد اللي هو الحتة دي. بيقول لي أنا عندي بوابة سي 3 اتش 8 تم احتراقه كومبليتلي، كاتب لك ايه؟ استوشيومتريك، يعني مفيش زيادة. ما فيش زياده من الاكسجين طلع. طيب اوف الايه؟ اثناء ستيدي فلو كومبوزيشن بروسيس، لو كان كلا المتفاعلات والنواتج عندي 25، فطبعا لما يكون عندي 25 بيسهل الحساب، لان مش هدخل للجداول اللي هي غير 25، يبقى انا ببص بس على الستاندر فورميشن بس. يبقى اكسجين ونيتروجين اسحب عليهم، لان النواتج والمتفاعلات لو كان قال لي المتفاعلات عند درجة حرارة تانية كان يهمني أدخل أجيب الـ H بار تي وأجيب الـ H نود. طيب كلاهما عند 25، وبيقول لي أند الووتر اللي موجود عندك، قال لك في حالة مين؟ الليكويد. أهو محددها لي، لو ما كانش محدد كنت أكتبها جائز. طيب أول حاجة بيقول لي اكتب المعادلة الكيميائية للاحتراق، معادلة الاتزان. طيب نيجي نكتب أهو، يبقى نقول له ليت اللي معايا 1 كيلو مول اوف السي 3 اتش 8، ارجع اكتبها تاني سي 3 اتش 8، اكتب اي تي اتش بس ما فيش اي زياده مطلوبه فيه، الاو 2 زائد 3 7 6 ان 2، انا عايز شايف فيه كربون يبقى كده هيطلع لي ثاني اكسيد الكربون. خلينا نظبط دي او، شايف فيه هيدروجين هيطلع ووتر يبقى واي، واكتب اتش 2 او طبعا هو ايه اللي ليكويد او محطه ال ما انساش، زائد
اضرب بقى 3 في الرقم ده، يبقى 3 7 6 اي تي اتش ان 2. عايزين نطلع خلينا نشحن، نطلع الاي اكس والواي و الاي تي اتش دي. طيب نظبط الاول الكربو، هنا في 3 هنا في اكس، اظبط الهيدروجين هنا في 8 هنا في 2 واي، يبقى الواي ب 4. فاضل لنا الاي تي اتش اللي هو الاكسجين، عندي هنا في 2 اي تي اتش، الجهه الثانيه في 2 اكس وفي واي اهو، وبعدين في بس ما فيش حاجه ثانيه. يبقى اذا اقدر اجيب الاي تي اتش دي، اذا الاي تي اتش ديت 2 في 3 زائد 4 وقسم على الاثنين يعني 10 تطلع 5. اذا المعادله تطلع كالتالي، المعادله سي 3 اتش 8 زائد 5 او 2 زائد 3 7 6 ان 2. الاكس بقت 3 سي او 2 زائد الواي 4 اتش 2 او، واضرب 5 في الرقم ده يطلع لي 18 8 ان 2. هذا اول مطلوب. بعد كده بيقول لي طلع لي النسبه النظريه بتاعت الاير فيول ريشيو اللي هي المسائل القديمه خالص، هو مجمع تقريبا كل الافكار في المساله دي. عايز الاير فيول ريشيو، اقوم اقول له ده الاير فيول ريشيو، يعني باخد الماس بتاع الاير على الماس بتاع الفيول. الماس بنجيبه ازاي؟ ابص هنا عندي 5 مول اهو، المول الواحد كنت بتجيبها ازاي؟ بجمع الاثنين دول 4 7 6 واضرب في 29. اجي اجيب كتلة الفيول، ده هو المول بواحد في كتلة المول 3 في 12 زائد الاتش في 8. احسب دي الاقي تطلع لي 15 6 8، اكتب كيلو جرام ايه لكل كيلو جرام فيول. خلصنا دي. رجع تاني بيقول لي طب احسب لي كمية الهيت ترانسفير اللي هتتنقل من غرفة الاحتراق للغازية، عايزين نحسب الكيو، عايزين نحسب الكيو. طيب وكله قال لي آيات 25، قال لي بقى أدام عنده كله 25، ده راح دوت لا معايا، ده كله راح ده معايا، يعني إذا هو قايل له اهوت، هو قال عايز كمية الإيه؟ الكيو. طيب كمية الكيو، الكيو انا هطلعها له لكل كيلو مول، وبعدين اخليها له كمان لكل كيلو جرام احتياطا لان هو مش محدد الوحده. طيب يبقى انا هطلع ديت كده كده المطلوب الثاني، المطلوب الثالث هاجي اقول له الاول الكيو بار نت دي بتساوي سمش ان برودكت في الاتش ستاندرد زائد الاتش تي بار ناقص ال H نود كده ناقص summation ال N reactant طيب انا عندي بس اللي هو ثاني اكسيد الكربون اللي هيدخل معايا في الحساب، وال C 3 H 8 ليه؟ لانهم كلهم عند 8 عند 25. فدي هنخش للجدول عشان ما نضيعش وقت عليه اهو. بالنسبه للبرودكت عندي 3، اخش للسي او 2 واطلع بس دي لان هي عندي 25، فالستاندر فورميشن ديت ليكويد، خلي بالك ده ليكويد ده هيخش معايا لانه اصلا دي ليكويد لانه ده مش عنصر ده مركب. يبقى اجيب لده ولده، اقوم داخل للسي او 2، السي او 2 عندي درجه حراره 25، الستاندر فورميشن انزل تحت اهو، لا يبقى فوق الجدول فوق، قام رايح جايب ادي القيمه بتاعتها اهي، وعايز ال H2O في الليكويد اهي، هاخد دي. يبقى انا هاخد القيمتين دول، ادي القيمه وهاخد القيمه دي للووتر ليكويد وال CO2، هاخد القيمتين دول اهمت بالنسبه لثاني اكسيد الكربون قدامه 3، قمت انا ضارب
في عدد القيم بتاعته سالب 3 9 3 5 2 0. طبعا اكمل كده اهو، اكتب زائد صفر، مش لازم صفر كلها على بعضها، يعني الاتش تي ناقص الاتش دي بصفر، وبعدين زائد بالنسبة للاتش تو او القيمة بتاع الستاندرد فورميشن بتاعتها سالب 2 8 5 8 3 0. خلصنا مين النواتج. طب البرودكت اكتب سالب ناقص عدد هنا واحد في الستاندرد فورميشن في السي 3 اتش 8 ده قيمته سالب 103 850، فلما جينا حسبناها طلعت سالب 22 صفرين 30، دي كيلو جول لكل كيلو مو. طيب انت عايزها لكل كيلو جرام، اما اخليها سبيسيفيك في يونت اخد القيمه ديت واحد، احول دي الكتله السي ب 12 ضرب 3 زائد 1 في 8، اجي الاقي يطلع لي 5 0 3 4 4 بوينت 2 4، دي كيلو جول لكل كيلو جرام اوف الفيول. طيب بعد كده بيقول لي هنا ايه، قارن الهيت ترانسفير، الهيت اللي انت حصلت عليها اباف الى حاجه اسمها لو هيتنج فاليو وهاير هيتنج فاليو اوف البروبان. طيب يعني ايه؟ يعني امتى تحصل على اكبر قيمه حراريه من البروبان ده وامتى تحصل على اقل قيمه حراريه؟ القيمه اللي انت حصلتها ديت هل هي اعلى قيمه ولا اقل قيمه؟ ما هو بيقول لي قارن القيمه اللي انت حصلتها ده، قارن الهيت ترانسفير اللي انت حسبتها اباف مع اللور والهاي. طيب اجي اشوف هو النواتج اللي هو قايل لي عليه كاتب لي هنا ايه، ليكويد مش ايه، مش غاز او فيب. لما تبقى ليكويد، لما تبقى ليكويد تبقى هاير هيتنج فاليو، تبقى ايه هاير هيتنج فاليو. فانا لو انا جيت جيت عملت ايه بقى؟ جينا شفنا القيمه ديت مع قيمه الهاير هيتنج فاليو بتاعت المساء اللي هو السي 3 اتش 8، هو له قيمه للهاير وقيمه للور. ايوه في جدول هنا ابص عليه. طب فوق؟ لا مش موجود هنا، مش موجود هنا، مش موجود هنا للأسف. طب استنى دي واحدة نخش نجيبه، جدول ايه 27 موجود هنا، موجود هنا، مش عايزين ده بقى دلوقتي. ايه 27 هذا التيبل اهو، ايه 27 اهو. بص كده الجدول دوت، المادة اللي عندي سي 3 اتش 8 يبقى بيتكلم على البروبان ده كويس، اللي هي الوقود بيبقى ليها هاير هيتنج فاليو اهيت وفيها لور هيتنج فاليو. فلو كملت كده كملنا مشينا مشينا هات القيمة دي نعلم عليها وجينا عملنا تاني كده اللي جنبها دي، شوف القيمة اللي هي 50330، تعال نبص عليها كده احنا طلعناها كام اهي، 50344، وانت قلت كام هنا؟
50,330، يعني قريبة. التانية 344، دي 330. إذا هي قريبة من الهاير هيتنج فاليو، لأن الووتر كمان طالع ليكويد، يعني ما طلعليش 640، لا هنطلعنا 50,340. إذا القيمة اللي احنا طلعناها أقول له إنها هاير هيتنج فاليو. لكن لو كان الغاء الووتر كان مديهولي غاز، كنت هتلاقيه قريب من القيمة دي اللي هو من 46، فترجع تقول له إذا هو عبارة عن القيمة اللي طلعت تمثل lower heating value. يبقى القيمة ديت هقول له الحل اهوت، لما جيت قارنت اهوت from table، from table A27 الكيو نت تقريبا تساوي الكيو نت اوف الهاير هيتنج فاليو، هاير هيتنج فاليو اللي هي بتساوي كانت 330 كيلو جول لكل كيلو جرام. هو بيقول لي قارن هاي، فقارنتها فلقيتها طلعت ايه بالقيمه دي. كويس، لو كان عطالي ليكويد غاز كنت هتلاقي تطلع لك 46 وشايف، فترجع تقول له ده هي مقابله للور هيتنج فاليو. تمام كده، كده احنا تمام. فاضل لنا 3 4 مسائل سهلين خالص، بس في مسألتين مهمين في الجزء اللي باقي. أبو علي، ما في جزئية رابعة للسؤال هذا اللي هو اهو، ما هو قال لي قارن اهو، انا قارنت لما جيت قارنت اوكي. الطاقه ديت اللي هو هيتنج، قلت له لا ده ديت تمثل لي الهيتنج فاليو اللي هي دي. تمام، واضحة. ماشي كده خلاص. يعني هو بالسؤال هذا يا ابو علي جمع كل شيء. ما عشان كده قلنا السؤال ده مهم جدا. ايه جيبها كل سمستر. يكرروا على طول ان شاء الله. ماشي. يعطيك العافية يا ابو علي. يلا. يعطيك العافية ابو علي. الله يحفظك. على خير. اشوفكم على خير. مع السلامة. تمام.